الرحمن الرحيم على المعتقل في مدرسة 13. نحن السجناء في سجن جوفي في مدرسة 13 نعاني من شدة تصرفات وإجراءات الإدارة القهرية، والتي من أبرزها منعنا من إحياء الشعائر الدينية، وعند السماع يتم التضييق علينا بالرغم أن هذه الشعائر تعني ديننا الحنيف. أضف على أنها حق من حقوقنا وفي قانون السجن مسموح لنا بإقامتها، ولكن نحن محرومون منها الآن. وجودنا في الغرفة 23 ساعة في النقطة الثانية، وعند السماع لنا بتشمس الساعة لا يسمحون لنا بالدخول للغرف والبقاء في الشمس، مما أدى إلى إصابة كثير من الشباب والذين يمثلون الغالبية بالإصابة في الجرب الأساسية الجلدية. النقطة الثالثة، عدم توفير العلاج للمرضى خصوصا المصابين بالجرب الأساسية الجلدية، وعدم توفير أدوات النظافة اللازمة لمنع وتفادي انتشاره أكثر وأكثر. فنناشد المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بالوقوف معنا والسعي لإنهاء محنتنا عبر التحرك الجاد. فإدارة السجن تتعامل معنا وكأننا في صراع تحدي، بينما نحن فقط نطالب بحقوقنا. سجناء من 13.